بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هلا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن جو حار شويه النهارده، بالنهار درجه الحراره هتكون 30 في القاهره، طمنينا اخبار الطقس ايه النهارده؟ بالفعل يمكن احنا اليوم مستمرين في انخفاض قيم درجات الحراره اللي تعتبر اقل من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، لان احنا ما زلنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار فتره النهار، فبالتالي هتساعد على انخفاض قيم ترطيب الجو شويه. بالظبط. بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه نفسها هي كتل هوائيه شماليه قادم من جنوب اوروبا مرورا في البحر المتوسط. الكتل دي معتدله في قيم درجاتها حرارتها، وبتختلف تماما عن الكتل الهوائيه الصحراويه اللي كانت بتاثر علينا الاسبوع الماضي. فبالتالي اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 30 درجه مئويه، ده اقل من المعدل الطبيعي اللي المفروض نكون عليه في الوقت ده من السنه. الاجواء فتره النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس هنحس فيها ان هي الطقس الحار الربيعي. فتره النهار في القاهره الكبرى الوجه البحري شمال الصعيد مائل الحراره واقل حراره طبعا في السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، شديد الحراره في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فتره النهار وكمان في فتره الظهيره. لكن فور غياب اشعه الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره. الانخفاض ده هيكون محسوس اكثر فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. اجواء ربيعيه معتدله ولطيفه تماما في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه هنلاقيها في المدن الجديده الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح في اغلب محافظات الجمهوريه. سرعات الرياح بتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح يساعد كمان على تنصيص الاجواء وتحسين احساسنا بقيم درجات الحراره، ان احنا نحس بقيم درجات حراره اقل دايما، وخاصه كمان في فتره المساء بعد فتره الظهيره ودخولنا في فتره المغرب. كمان اليوم نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه على شواطئ البحر الاحمر. سرعات الرياح على شواطئ البحر الاحمر هتكون ما بين 30 الى 50 كيلو متر على الساعه، فبالتالي ارتفاع امواج هيوصل من 1.5 ل 2.5 متر، فناخد بالنا من اضطراب الملاحه البحريه. الساده والصيفيين متجهين لشواطئ البحر الاحمر لازم ناخد بالنا بقدر الامكان من ارتفاع الامواج، لكن البحر المتوسط معتدل مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وايضا اعمال التنزه. الانخفاض والاعتدال في الاجواء ده مكمل معانا بكره الخميس كمان ان شاء الله، يعني لسه قيم درجات الحراره بكره على القاهره الكبرى العظمى هتكون 31 درجه مئويه، فاقل من المعدلات الطبيعيه. عشان نبدا بشكل تدريجي من الجمعه ويمكن كمان اكثر يوم السبت ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره، تبدا مصادر الكتل الهوائيه تتغير بشكل تدريجي، وكمان المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيتحول لمرتفع جوي، فهنبدا نحس بالارتفاعات اكثر في قيم درجات الحراره اعتبارا من يوم السبت، وهيكون على مدار الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بس احنا بناكد ان الفتره دي من السنه خلاص احنا بنقترب من الاجواء الصيفيه، طبيعه الفتره دي من السنه ان الاجواء حتى لو ما فيهاش اي ارتفاعات تكون حاره فتره النهار معتدله فتره الليل، واكيد موجات ارتفاع قيم درجات الحراره هتتكرر خلال الثلاث اشهر الجايين اشهر الصيف. فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره، لان قيمه درجه الحراره اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل. تعرضي لاشعه الشمس يخليني احس بقيم درجه حراره اعلى، فمهم بقدر الامكان من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 4 العصر نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر. لو اضطريت ابقى موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس. مهم كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله تجنبا لاي اجهاد حراري. نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل واسقاهم الميه، بس الميه تبقى موجوده في على مدار اليوم، وبقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده في التهويه. ده يساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وكمان احس بقيم درجات حراره اقل، وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان وارد جدا يحصل تغير في قيم درجات الحراره او في الظواهر الجويه ثم احنا فصل الرطوبه.
صحيح، واحنا بنتابع طبعا مع حضراتكم. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 30 والصغرى 20، وفي العاصمة الإدارية 31-20، الإسكندرية 25-19، والعلمين الجديدة 25-15، مطروح 24-19، ودمياط 27-20، بورسعيد 26-21، والإسماعيلية 31-21، في السويس العظمى 30 والصغرى 21، وفي العريش 26-19، كاترين 26-13، وطوبة 32-23، حلايب 36-29، وشلاتين 39-28، شرم الشيخ 36-26، والغردقة 36-27، الفيوم 31-21، وبني سويف 31-21 أيضا، وادي الجديد 36-21، وأسيوط 33-21، سوهاج 37-24، وقنا 39-25، الأقصر 40-26، وأسوان أيضا 40-26. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة.